أبراج سهر. أبراج سهر برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. 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 تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. مرحبا، يسعد لي اوقات الجميع. ان شاء الله مستمعينا ومستمعاتنا الكل يكون بخير وبصحة جيدة. اشتقنا لكم كتير، يا رب انتم كمان تكونوا اشتقتونا. طبعا بسهرة ابراج سهر براديو سهر معنا استاذنا العالم الفلكي الروحاني استاذ سينما. يسعد لي مساك. يا مرحبتين كليار، تحياتي إليك وتحياتي لجميع الأخوات والأخوة المستمعين لهذا الراديو الجميل، وإلى جميع الإداريين تحياتي لك. تحياتي أستاذنا. طبعا مستمعينا، نحن هلا بفقرة أبراج سهر. أكيد تعودتوا على الفقرة كل يوم أحد بهالتوقيت، 11:30 توقيت لبنان، 10:30 بتوقيت مصر. طبعا بترافقنا بالهندسة الصوتية الإعلامية لينا، ومعنا دايما بذكر العالم الفلكي الروحاني سينما. لاتصالاتكم طبعا رسلونا أو اتصلوا فينا على سكايبي سهر90.1. استاذ سينما. نعم معك يا عزيزتي كليار، تحياتي لك. تحياتي لك. شو في معنا بأحداث اليوم؟ والله أحداث اليوم أنا كان بودي أن أتحدث عن أحداث يعني الأسبوع الماضي، لكن للأسف ما صارت، صار لقاء للأسبوع الماضي لظروف أسباب معينة. لكن الحقيقة يعني راح أضيف بعض الأشياء اللي لها علاقة بال يعني بالأسبوع الماضي وهذا الأسبوع أيضا. في متغيرات حدثت، حقيقة أقدر أسميها جديرة بالاهتمام والعناية من الفلكيين والمهتمين بهذا الجانب. كوكب زحل، هذا الكوكب اللي يمكث في كل برج ما يعادل أو ما يقارب 2 أو 3 أشهر تقريبا، وكان موجود في مجموعة الميزان الهوائي، انتقل بتاريخ 5 من شهر أكتوبر، يعني أول البارح ليلا حسب التوقيت المحلي لمدينة برلين، من مجموعة الميزان الهوائية انتقالة كاملة إلى مجموعة العقرب المائية. طبعا هذه الانتقالة هي انتقالة جدا مهمة، لأنه من 2 أو 3 أشهر هذا الكوكب موجود في برج الميزان، وبالتالي مواليد برج الميزان الحقيقة كانوا يعانون من 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 كثرة تكرار المحاولة الحقيقة، إضافة إلى يعني بذل مجهود مضاعف. أقدر أقول أن مواليد برج الميزان ارتاحوا من كوكب زحل، لكن للمعلومات أيضا الآن الميزان يمر، أو مواليد برج الميزان يمرون بفترة حرجة وسلبية، فيها طاقة سلبية تسمى بفترة خلو المسار. هذه الفترة راح تستمر إلى تاريخ 26 من أكتوبر الحالي. المتغيرات اللي حدثت بالأسبوع الماضي،
يعني حقيقة ثلاث أو أربع كواكب انتقلت بشكل مفاجئ وسريع خلال أوقات متقاربة. يعني مثلا بالنسبة إلى كوكب زحل ذكرت أنه بتاريخ 5 أكتوبر انتقل. كوكب الزهرة انتقل من يعني من مجموعة الأسد النارية إلى مجموعة العذراء الهواء الترابية عفوا بتاريخ 3 أكتوبر. ولهذا مجموعة العذراء أو مواليد برج العذراء يعني أو الآن أصبح كوكب فينوس موجود عندهم، كوكب الحب وكوكب الرومانسية، كوكب اللي يتغنى فيه يعني الشعراء والأحبة. فبالتالي الآن الفترة إيجابية بالنسبة إلى مواليد برج العذراء. لكن الأسد، مواليد برج الأسد مر بفترة خلو مسار من 3 أكتوبر إلى فترة 5 أكتوبر، الآن تقريبا انتهت هذه الفترة. كوكب عطارد، عطارد انتقل أيضا من الميزان، ذهب إلى مجموعة العقرب بتاريخ 5 أكتوبر، والآن يقيم حالة من الاقتران الفلكي ما بينه وبين كوكب الساتورن أو زحل في برج العقرب. الحدث أيضا مهم أنا أعتبره كوكب جوبيتر، هذا الكوكب العملاق اللي عندما يتواجد في برج معين أو في مجموعة نجمية يجلب الحظ والرفاهية إلى أبناء ذلك البرج، وهو متواجد الحقيقة في برج الجوزاء الهوائي. بتاريخ 4 أكتوبر تراجع جوبيتر في مجموعة الجوزاء، وفترة التراجع هي فترة سلبية بالنسبة إلى مواليد ذلك البرج. هذه تقريبا يعني أهم الأحداث اللي حدثت ذاك الأسبوع. الآن أنا أحب أنوه عن الأحداث اللي في هذا الأسبوع سوف تحدث نتيجة طبعا يعني للظواهر الفلكية من الاقترانات والتربيعات والتثليثات. يعني أنا بطبعي أحب أن أتحدث عن الأمور المهمة، وقد يتهمني بعض الأشخاص بالتشاؤم لأنه أخذ بنظر الاعتبارات الأحداث اللي لها علاقة بالتربيعات والاقترانات والمقابلة، وهذه بحد ذاتها هي ظواهر تعتبر سلبية أكثر من كونها إيجابية، في حين أنه عندنا إحنا أيضا أحداث إيجابية لها علاقة بزوايا السكستايل أو التثليث. لكن يعني أنا أجد أن الأحداث المهمة أنا أحاول أن أتحدث عنها بشكل وجيز إن شاء الله للأسبوع الحالي، واللي يبتدئ من هذا اليوم وينتهي بيوم 13 من شهر أكتوبر، يعني إلى السبت القادم. عندنا راح يصير مقابلة، مقابلة ما بين كوكب أورانوس وكوكب الزهرة أو كوكب فينوس. هذه المقابلة راح تكون بتاريخ 8 و9، يعني بهاليومين هذه المقابلة موجودة أو تأثيراتها موجودة. طبعا المقابلة ظاهرة سلبية تنبئنا بتغييرات مفاجئة بالأحداث السياسية، إضافة إلى هذا تغييرات بأسواق المال. كوكب الزهرة الآن موجود، يعني هذا الكوكب هو يتحكم بالمال، فبالتالي هنالك تغييرات أيضا مفاجئة بأسواق المال العالمية. معظم الأحداث اللي أقدر ألخصها في هذا الأسبوع راح تكون في يومي 3 و4 القادم، يعني بعد بكرة وبعد 3 أيام من الآن. في عندنا تربيع آخر أيضا راح يحدث ما بين الحقيقة كوكب المريخ مع نبتون. المريخ اللي الآن موجود بمجموعة العقرب أو دخل في مجموعة العقرب الحقيقة من هذا اليوم، يعمل تربيع مع نبتون المتراجع في مجموعة الحوت المائية. طبعا تأثيرات هذا التربيع راح تكون بالأيام التالية، يوم 7 يوم 8 ويوم 9 من شهر أكتوبر، يعني يوم اليوم ويوم غد وبعد يوم غد. هذا ينبئنا بحوادث وعنف وتطرف. نبتون هنا ينطينا النوع من التطرف طبعا. والمريخ معروف كوكب العرف وكوكب اللي جعلنا دائما متسرعين باتخاذات قراراتنا وحتى أفعالنا، فبالتالي هذه علامة أو مؤشر إلى عنف وتطرف. إضافة إلى ذلك قد نسمع انفجارات وأحداث دموية.
عندنا تربيع آخر أيضا راح يحدث بيوم 8 و9 أيضا. شوفي هذه اليومين يعني أنا أعتبرها يومين جدا مهمة لأنه تحدث بها يعني ظواهر فلكية متعددة. راح يكون ما بين كوكبي الزهرة وبلوتو. طبعا بلوتو كوكب كوكب الدكتاتورية، يعني معروف انه بلوتو عندما يكون في او حتى عندما يكون في برج معين، افراد ذلك البرج تكون عندهم فد نوع من القسوة، فد نوع من التعامل بعنف بحدية، لا يعرف الحلول الوسطى. والزهرة كوكب الحب وكوكب اللي يتحكم بالمال أيضا، لكن هنا تربيع الظاهرة، ليست ظاهرة تثليث مثلا حتى تكون يعني النتائج إيجابية، لا هنا النتائج راح تكون سلبية أكثر. هنا يعني نتوقع سيطرة للديكتاتورية وقوة قسرية، إضافة إلى صعوبات مالية واقتصادية. في عندنا تربيع آخر ايضا راح يحدث ما بين اشعه الشمس والقمر. طبعا يعني اشعه الشمس في علم التنجيم تمثل الحكومات بشكل عام، اما القمر في علم التنجيم فهو يمثل الشعوب. وهذه بالمناسبه للمعلومات، يعني هذه شويه انا راح اخرج عن نطاق بس للمعلومات احب انا اوضح هذه الفكره. في مفهوم اليان والينغ الصيني، الشمس تعتبر يان والقمر يعتبر ين، يعني مفهوم الاضداد. ولهذا الشمس والقمر عندما يعني يعملان تربيع معين مع بعضهم يحدث عندنا فترة مناسبة للاحتجاجات من قبل الشعوب ضد الحكام. وهنا لما أقول احتجاجات وتظاهرات أو إضرابات معينة ممكن أن تحدث، هذا لا يعني أنها سوف تستمر لفترة طويلة، لأنه القمر يمكث في كل برج يوم وبضعة ساعات. لهذا عملية التربية أو ظاهرة التربية سوف تفقد فحواها بعد تقريبا يومين وبضعة ساعات. لهذا هذا الاقتران راح يكون يوم 9 بالشهر وراح يستمر لمدة بضعة ساعات الحقيقة، ينبئ باحتجاجات وتظاهرات على المستوى العالمي ليس على مستوى منطقة معينة. طبعا راح يكون عندنا أيضا اقتران آخر، ظهرت الاقتران لما يكون كوكبين موجودين في مجموعة نجمية واحدة. هنا راح يكون عندنا تضاعف بالطاقة ما بين كوكب عطارد وزحل، عطارد وزحل في بدايات مجموعة العقرب، وراح يأثرون أكثر ما يكون على العشرية الأولى من مواليد برج العقرب. هذا الاقتران راح يكون بتاريخ 13 أكتوبر، يعني في يوم السبت القادم أو آخر يوم من توقعاتنا لهذا الأسبوع. في هذا الاقتران يحدث عندنا نشاط كبير للكتاب، لتظهر عندنا أخبار جديدة، وسائل الإعلام تنشط بشكل كبير، وربما نسمع خبر جديد عن حوادث أو عن شيء مهم تنقله وسائل الإعلام عندنا بشكل مفاجئ وبشكل غريب. إضافة إلى هذا ينبئ هذا الاقتران أيضا بحوادث للنقل، وقد ينبئ أيضا بسقوط أو تحطم طائرات. هذا تقريبا يعني أقدر أقول بالنسبة للمقابلات والتربيعات والاقترانات. يبقى عندنا تثليث أقدر أسميه تثليث إيجابي، يعني راح يكون ما بين كوكب جوبيتر وما بين أشعة الشمس بتاريخ 11 من شهر أكتوبر الحالي. طبعا هذا ينبئنا بنجاح لعمليات عسكرية أو بسط سيطرة ميدانية. هذا النجاح ما نقدر نحكمه إلى أي فئة أو أي يعني أي مجموعة معينة، لكن نقدر نقول هو نجاح معين لعمليات معينة. هذا مثل ما ذكرت راح يكون بتاريخ 11 من أكتوبر، يعني من هذا الأسبوع. هذا بالنسبة إلى أكثر أو أهم الأحداث اللي يعني راح نشهدها خلال الأسبوع الحالي. أوكي. نعم. يعني أحدث شوي، يعني فيها الترابيط وفيها أمور دموية وهيك، يعني إن شاء الله على الصعيد الاقتصادي. قلت كمان إنه راح يكون في اضطراب شوي، بس هل هو كمان لغاية يوم 11 كمان في اضطرابات بالوضع الاقتصادي ولا غير؟
والله بالوضع الاقتصادي حقيقة هي قبل يعني فترة معينة كان هنالك أيضا تربيع ما بين كوكبي الزهرة وما بين المريخ. طبعا هذا التربيع يعني ينبئ بوضع اقتصادي متدهور، أقصد لأسواق المال العالمية، وهنا أنا أخص بالدولار الأمريكي، هبوط الدولار الأمريكي. لكن هذا التربيع بدأ يتلاشى تدريجيا، يعني بحيث يعني توقعنا أنه خلال الأسبوع الماضي، أنا لو كانت هنالك محاضرة الحقيقة الأسبوع الماضي أنا كنت ناوي أدلي بها، أنه الدولار يبدأ يصعد أفضل من الأسبوعين الماضية. لكن بالوقت الحالي الحالة أيضا راح تكون عندنا يعني مقابلة، احنا انتهينا من هذا التربيع، لكن عندنا جتنا ظاهرة ثانية، مقابلة ما بين أورانوس والزهرة. يعني هنا أورانوس أيضا راح يتحكم بتغييرات مفاجئة بأسواق المال العالمية. لهذا أنا حقيقة أقدر أقول ما نقدر نتفائل ب يعني نجاحات على الجانب الاقتصادي بشكل جيد جدا، وبنفس الوقت ما نقدر نتشائم، لكن هنالك تغيير سوف يحدث خلال هذا الأسبوع، تغيير مشهود نشهده ونشعر به. أنا أعتقد أنه الأسبوع الماضي كان حافل بالمتغيرات أكثر من هذا الأسبوع، وأقصد بالأسبوع الماضي يعني في فترة انتقالة كوكب زحل إلى مجموعة العقرب المائية، يعني كان بنوع من التغيرات الأكثر جدية وأكثر فاعلية الحقيقة. لكن على أي حال يعني أنا أعتقد هذا الأسبوع ما نقدر نقول سيء إلى درجة كبيرة، بس بنفس الوقت ما نقدر نتفائل به كثيرا. أنا الحقيقة في واحدة من التسجيلات اللي تحدثت بها عن التأثيرات لهذا الشهر بشكل عام، اعتبرت عام 2012 11 شهر من عام 2012 بجانب، والشهر أكتوبر وحده بجانب آخر. يعني شهر أكتوبر هو من أكثر الأشهر اللي سوف تحسن به أمور كثيرة، على أساسها أقدر أسميها نقدر نتخذ أو نحصل على يعني استنتاجات معينة بما سوف يحدث إلى نهاية السنة، أو حتى بتوقعاتنا بالعام القادم. لأنه هذا الشهر هو شهر مفصل الحقيقة، بتغييرات، بتراجع جوبيتير، بانتقالة كوكب زحل إلى مجموعة العقرب، بانتقالة المريخ إلى مجموعة إلى برج القوس. ففي تغييرات الحقيقة يعني أنا أعتقد أنه بيها تأثيرات كبيرة. بالمناسبة راح تجينا أيام إن شاء الله أنا راح أنوه عنها في أعتقد مو الأسبوع القادم اللي بعده، يعني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر راح يحدث عندنا اقتران ما بين أشعة الشمس وما بين كوكب زحل، وهذا الاقتران جدا خطر. هذا ينبئ بحدث كبير، وأيضا ينبئ يعني بموت شخصية شهيرة أو شخصية معروفة. فهذا راح يكون تقريبا أقدر أقول بآخر أسبوع من يعني من هذا الشهر، راح أنوه عنه في وقته إن شاء الله. إن شاء الله خير، إن شاء الله خير. طيب كانت معنا هذه فقرة الأحداث هالأحداث هالأسبوع. بنروح هلا ناخذ فاصل أستاذنا سنما ونرجع نكفي. أوكي ناخذ فاصل إن شاء الله وبعدين نتحدث إن شاء الله على الأبراج. على القليلة هيك نرتاح شوي لأنه كان هالأسبوع كله هيك أحداث وضغوطة، فبنريح أعصابنا شوي وأعصاب المستمعين. بقينا بالتشاؤم. مضبوط هيك كله أكيد تشاؤم، بده شوي تفاؤل. هسه تجي الأبراج يصير أكو نوع من التفاؤل أكثر إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طيب نروح مستمعينا لفاصل قصير وبنرجع إن شاء الله. قلبك يحكي، قلبك يحكي، قلبك يحكي. قلبك يحكي حوار إنساني يبادله معكم الإعلامي الكرمي. قلبك يحكي يوم الاثنين الساعة 11 بتوقيت بيروت، 12 بتوقيت مصر. كونوا معنا. قلبك يحكي، قلبك يحكي، قلبك يحكي. حوار جريء، حوار جريء.
برنامج يخوض في الحوارات الاجتماعية الهادفة. يعد ويقدم هذا البرنامج الإعلامية منى. يأتيكم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت بيروت، 10 بتوقيت القاهرة. حوار جريء، للاتصال عبر السكايب سهر 90.1. حوار جريء. حوار جريء. أبراج سهر. أبراج سهر. برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. 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 تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر 90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. رجعنا لكم مستمعينا ومستمعاتنا من جديد بأبراج سهر براديو سهر، وما بيحلى السهر إلا براديو سهر طبعا، مع عالمنا الفلكي والروحاني أستاذنا سينما، وأكيد بوجودكم معنا مستمعينا ومستمعاتنا. كمان بترافقنا بالهندسة الصوتية الإعلامية لينا، يعطيها ألف عافية. وللاتصال فيكم تتصلوا أو ترسلونا على سكايب سهر 90.1. سهر 90.1. استاذنا سلمى، هلا رح نروح لفقرة الأبراج. أكيد كل مستمعينا ناطرينا، كل واحد ناطر ليسمع طالعه ليسمع برجه، وإن شاء الله هالأسبوع يكون حظهم كتير كتير حلو وكله هيك تفاؤل وسعادة إن شاء الله. إن شاء الله عزيزتي كليرا، طبعا أنا متفائل كثير بهذا الأسبوع بالنسبة للأبراج الحقيقة، أكثر من الأسبوع الماضي. يعني الأسبوع الماضي نتيجة للانتقالات والتحولات اللي حدثت بالكواكب، أقدر أقول كان فقط برجين اللي هو الحمل والجدي من أفضل الأبراج، إضافة إلى يعني العذراء الأسد الدلو كان أيضا من الأبراج المتوسطة، لكن معظم الأبراج الأخرى على الإطلاق كانت تعاني من خلوات للمسار، إضافة إلى انخفاضات بمؤشرات الطالع. هذا الأسبوع أنا متفائل أكثر لأنه أشوف معظم الأبراج جيدة مع انخفاضات بسيطة في بعض الأبراج اللي راح طبعا أذكرها حاليا. للمعلومات أنه أكثر المواليد اللي راح تتأثر الحقيقة بالارتفاعات أو الانخفاضات، يعني بالأمور الإيجابية أو السلبية، هم مواليد العشرية الأولى من البرج، لسبب مهم أنه معظم الكواكب اللي عندنا موجودة الآن في العشرية الأولى، يعني بعد ما في عندنا كوكب وصل للعشرية الوسطية أو العشرية الثالثة من مواليد البرج. معظم الكواكب بما في ذلك حتى القمر الآن موجود أيضا بالعشرية الأولى من مواليد برج السرطان، فالعشرية الأولى هي المتأثرة أكثر. الحمل انخفاض بالنسبة للأسبوع الماضي، في حين نجد بأن الثور ارتفاع بسيط وملحوظ بالنسبة للأسبوع الماضي، راح يواجه انخفاضات في نهاية الأسبوع. والحمل طبعا سوف ترتفع مؤشراته بالأسبوع في نهاية الأسبوع. الجوزاء لا، يواجه انخفاض بسبب تراجع جوبيتير. السرطان يعتبر من أفضل الأبراج لهذا الأسبوع،
عند ارتفاعات في مؤشرات الطالع اليوم ويوم غد راح تكون فترة جدا إيجابية بالنسبة له. الأسد أيضا عند ارتفاع جيد في مؤشرات الطالع. العذراء أيضا من أفضل الأبراج لهذا الأسبوع وإلى ارتفاعات بمؤشرات الطالع. الميزان انخفض المؤشر بالنسبة لهم والآن يواجهون فترة خلو مسار. طبعا العقرب أيضا هنالك انخفاض بمؤشرات الطالع. القوس انخفاضات فقط بالعشرية الأولى لكن في نهاية هذا الأسبوع رح يرتفع المؤشر من جديد. الجدي يعتبر من الأبراج المتوسطة إلى الجيدة. الدلو أيضا من الأبراج الجيدة والحوت من الأبراج الجيدة أفضل من الأسبوع الماضي. راح أحاول أنه أتحدث عن الأبراج لي يعني خلال الأسبوع الحالي. الحمل طبعا جو حميمي داخل الأسرة لكن محبتك تنقصها الحرارة، تتوصل لحلول سريعة للتخلص من ديون أو نفقات مالية، قد تعاني من اضطرابات مع الشريك بسبب أنانية الطرف الآخر، قد تقرر السفر بشكل مفاجئ فاحذر الاستعجال. ومني للحمل 3 نجوم في مؤشرات الزودياك. 3 نجوم للحمل يعني وسط كثير معقول يعني وسط لكن الأسبوع الماضي كان أفضل. الحمل الأسبوع الماضي أفضل مؤشر كان مرتفع. الثور عواطفك وجاذبيتك مفرطة مما يجعلك تفعل أي شيء لغرض المتعة، تقدم على عمليات خطرة وتقبل التحدي من أجل إثبات قدراتك. علاقتك جيدة مع الشريك تطبعها المودة وتسوي النزاعات في نهاية المطاف لصالحك. أيضا يأخذ 3 نجوم من عندي بمؤشرات الزودياك. يعني ما نقدر نقول من الأبراج المرتفعة جدا ولا هابطة لكن طبعا أفضل من الأسبوع الماضي الثور هذا الأسبوع. الجوزاء والمؤشر انخفض بالنسبة للجوزاء. تتمتع بصحة جيدة لكنك متقلب الأطوار وغير مستقر ولا تحسن اختيار الشريك. أفكارك ومشاريعك يتقبلها شركائك لكن احذر علاقة قد تضر بنجاحك وقد تعرضك لاضطرابات مالية. وعليهم والد برج الجوزاء أن يحذروا الفترة الحالية لأنه تراجع جوبيتر الحقيقة يؤثر على ميزانيتهم المالية أو يكثر من نفقاتهم الحقيقة. ومني لمواليد برج الجوزاء نجمتين في مؤشرات الزودياك. طبعا أبراج ومواليد برج الجوزاء يعني من ميزاتهم أنه الصبر والثبات، يعني بيصبروا ويصبروا تبتين دايما ليوصلوا لتحقيق أهدافهم. فبنقلهم يعني طولوا بالكون وخليكم على صبركم دايما إن شاء الله هيك تتغير الكواكب ويكون حظكم كتير حلو. هم لازم يعني يطولوا بالهم لأنه الجوزاء معروفين بالنشاط بالأخص النشاط الذهني. يعني مولد برج الجوزاء عندما يجلس معك ما ينتهي من الكلام حقيقة. يعني أنا أعتبره يعني مولد برج الجوزاء فيلسوف زمانه، يعني يحب دائما يتحدث بمواضيع مختلفة ومتعددة. وهم من أقدر أسميهم من أفضل الأبراج لهذه السنة بالأخص بعد 11 أو 11 من شهر حزيران يونيو من 2012 بسبب دخول كوكب جوبيتر كوكب الحظ بالنسبة لهم. لكن تراجع جوبيتر بتاريخ 4 أكتوبر الحقيقة هذا يعني بادرة سلبية بالنسبة إلى مواد برج الجوزاء لأنه الطاقة هنا اللي راح تحدث طاقة عادة ما تكون إيجابية. لهذا الفترة هي فترة يعني انتقالية أكيد راح تتغير يعني مع مرور الوقت إن شاء الله. مع أنه طاقته الروحية كثير عالية فأكيد راح يتجاوزوا هذا بطبيعة الحال إن شاء الله تتغير بالنسبة لهم. بالنسبة للسرطان تتمتع بالهدوء والطمأنينة، لديك لقاءات ممتعة يكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية، ستقضي أوقاتا ممتعة لكن داخل العائلة عليك الحذر من جو متوتر. ستقوم بمبادرات تستفيد منها بفضل حيويتك ونشاطك. السرطان مني إلى 5 نجوم طبعا وهو أقدر أسمي من أفضل الأبراج مناصفة مع الأدراء طبعا لهذا الأسبوع. يعني تقريبا هو شبه فارغ من وجود تأثيرات كوكبية بالنسبة له. ولهذا إضافة إلى هذا القمر يمكث في يعني في السرطان اليوم ويوم غد.
فبالتالي هي فترة إيجابية وجيدة بالأخص على الجانب العاطفي، على الجانب العائلة. يعني أتمنى من مواليد برج السرطان أن يستغلون هذه الفرصة وهذه الفترة الحقيقة. يعني السرطان منتزع الصدارة من برج الجدي بالأسابيع اللي مرأت، كان الجدي هو اللي دايما بالصدارة وهيك كان ماخذ يعني بطبيعة الحال. بالمناسبة السرطان يرتبط ارتباط وثيق مع موالي برج الجدي، لأنه بيت يعني بيت الشراكة بالنسبة للسرطان هم موالي برج الجدي. في يعني في منازل الزودياك المنزل السابع راح يكون هو منزل الشراكة، فبالتالي بالنسبة إلى مولود برج السرطان راح يكون منزل الشراكة بالنسبة إليه هو الجدي. والحقيقة كان السرطان يعني يعاني من مشاكل بالأخص على المستوى العائلي، بأقدر أقول قبل 3 أسابيع أو 4 أسابيع ماضية قل هذا التأثير من أسبوعين تقريبا، اللي سبب مهم أنه بلوتو كان يتراجع في الجدي، يعني يتراجع في منزل العائلة. الآن بلوتو الحقيقة استقام في منزل العائلة، فبالتالي مولد برج السرطان الحقيقة المفروض على الجانب العاطفي أو الجانب العائلي عفوا مع الشريك بالأخص العلاقة راح تكون إيجابية ومثمرة. أما لغير المتزوجين فهي فرصة أيضا إيجابية لإقامة علاقة يعني جيدة على الأقل بالمستقبل القريب إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله. طبعا مني إلى 5 نجوم في مؤشرات الزودياك. يلا. طيب نأخذ الأسد. نعم الأسد. سيحالفك الحظ في ظرف صعب وستتجاوز مخاوف لا أساس لها. لديك أخبار مفرحة وقد تغير من محل إقامتك، لكن احذر رغباتك الشرهة التي قد تدفع بك في طرق مشبوهة. سيزداد حبك للحياة وتكون علاقتك بأبنائك والمقربين منك علاقة حسنة. الأسد مني إلى 4 نجوم لهذا الأسبوع. طبعا الفترة أيضا فترة إيجابية وحلوة بالنسبة لمواليد برج الأسد، وأنا طبعا أنصحهم أيضا استغلالها بعلاقة عاطفية، لأن كواكب اللي لها علاقة بالعاطفة راح تكون موجودة أو مؤثرة إلى في برج الأسد. عندنا مثلا القمر راح يكون بتاريخ 9 و10 و11 من أكتوبر موجود في برج الأسد، فبالتالي هاي فترة إيجابية لاستغلال فرص يعني فرص إيجابية ومثمرة بالنسبة لهم بالأخص على الجانب العاطفي. طيب نأخذ العذراء. أوكي. العذراء لديك صداقات جيدة، ستشعر بالثقة والتقدير من الآخرين. الوقت مناسب للسفر أو الدراسة أو العمل. احذر من توتر مع الشريك. ستبذل الكثير من المال وقد تتعرض لصعوبات مالية، لكن الفترة مناسبة جدا على الجانب العاطفي فاستفيد. طبعا العذراء ياخذ من عندي 5 نجوم في مؤشرات الزودياك، وكوكب الزهرة أو فينوس موجود الآن في برج العذراء، ويؤثر بالأخص على يعني العشرية مواليد العشرية الأولى من مواليد برج العذراء، فبالتالي فترة أيضا إيجابية وجيدة. إضافة إلى هذا يعني عدا وجود كوكب الزهرة في برج العذراء، القمر سينزل أو سيمكث في برج العذراء بفترة 12 و13 من هذا الشهر، يعني في يوم يوم الجمعة والسبت القادم. فإذا راح تكون فترة إيجابية على يعني مستوى وجود القمر من جانب، ووجود أيضا كوكب الزهرة أو فينوس من جانب آخر. هذا بالنسبة إلى مواليد برج العذراء، ومن بينهم طبعا 5 نجوم شرات السعادة. عن جد مثل ما قلت أستاذنا سلمى، يعني لها الأسبوع في أبرج كتير، يعني مؤشرات كتير عالية ما شاء الله، يعني إنه هالشي كتير بيبسطنا. طبعا بقلن يالن إن شاء الله كل أيام ودايما حلوة. مثل ما قلنا برج العذراء كمان هو شخصية كتير مميزة، ويعني في يتفاهم مع الجميع وكتير طيب، يعني بسامح بيغفر بسرعة، قلبه كتير كبير، عاطفي بدرجة كتير كبيرة كمان، وكتير حبيب يعني بكل المجالات. كمان بدي أقول ألوانه المفضلة هي الأبيض والسماوي. كمان المعادلة اللي بتجلب له السعادة هي الذهب،
بحب كتير الذهب برج العذراء. فرصة بقى طالما مؤشراتك عالية الأسبوع، فياريت هيك تهدي حبيبتك أو إذا حبيبة تهدي حبيبة، هدي كتير حلو أكيد راح ينبسطوا فيها كتير أكيد. وأضيف إلى كلامك أيضا، مواد برج العذراء يمتازون بالتدقيق والعملية والجدية والمثابرة واحترام الوقت. يعني الإمرأة العذراء هي إمرأة تنجح نجاح جيد وباهر في العمل من جانب، وأيضا تدير حتى على حساب يعني داخل الأسرة أيضا، هي ست بيت ناجحة. بالنسبة للرجل العذراء أيضا، هو رجل الحقيقة أقدر أسميه يعني هو من الأبراج الترابية، مفكر جيد ومدقق أيضا بأمور كثيرة. إضافة إلى هذا عنده طموحات يعني كبيرة متعددة. من مواد برج العذراء بالمناسبة للفنان كاظم الساهر، ف يعني هذه مواصفات برج العذراء، أنه يصنعون حظهم بأنفسهم، ولهذا الحظ يلتفت لهم في أمور كثيرة أو في أوقات كثيرة يعني بسبب يعني المجهود اللي يقدموا واللي يبذلوا من خلال يعني حياتهم. نتمنى لهم كل السعادة، لألون لكل الأبراج إن شاء الله. طبعا هلا بنرتاح شوي، عم جد اليوم كتير مبسوطة، يعني عم شوف كل الأبراج هيك طلعة كتير كتير حلو. روح فاصل صغير ونرجع نكف باقي الأبراج. مستمعينا خليكم معنا وما تروحوا لهون ولا هون، خليكم معنا شوي وراجعين. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع ببرنامج نجوم سهر. عماد من مصر. سمحتك كتير وبحذرك. علاء مكاوي من مصر. اللي امتى يا عيوني انت نبقى حبايب. ندى من فلسطين. القلب دليلي اللي هتحبي. صلاح نبيل من مصر. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع، واحد من هالأربعة رح يتأهل معنا لكوكبة نجوم سهر 15. صوت. للتصويت عبر موقع radiosahar.com صفحة نجوم سهر. فندق يونيفرسال ريزيدانس. شقق فخمة مفروشة، كافة الخدمات لراحة النزيل، انترنت مجاني، تدفئة مركزية وتبريد، استقبال من المطار عند الطلب، غرفتين شرفة ومطبخ مستقل مجهز بكامل معداته. يقع على بعد 3 دقائق من صخرة الروشة. للمزيد من المعلومات الاتصال على رقم 00961 82 1416. العنوان بيروت صخرة الروشة بجانب تلفزيون المستقبل. يونيفرسال ريزيدانس. كل إسكان للتجارة والتمويل. بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأول في عالم التمويل. الحسابات، محفظة واسعة من الحسابات مع العديد من المزايا. بنك الإسكان للتجارة والتمويل. القروض، قروض متنوعة بسعر فائدة منافس وشروط أحكام سهلة وبسيطة. بنك الإسكان للتجارة والتمويل. بنك الإسكان للتجارة والتمويل، المؤسسة الأولى في عالم التجارة والتمويل. بنك الإسكان للتجارة والتمويل.
أبراج سهر. أبراج سهر برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. سينما. تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. أبراج سهر. مستمعاتنا رجعنا من جديد بأبراج سهر براديو سهر، ودائما مثل ما نقول ما بيحلى السهر إلا براديو سهر. أبراج سهر مع علمنا الفلكي الروحاني أستاذنا سينما، وبترافقنا بالهندسة الصوتية الإعلامية لينا. لا ترسمونا، لا تتواصلوا معنا طبعا على عنوان سكايبي سهر90.1. من شوي كنا عم نحكي عن الأبراج، إن 6 أبراج الأولى من برج الحمل ووصلنا لبرج العذراء. هلا راح نكفي باقي الأبراج، وأبراج اليوم جد كان طلع كتير كتير حلو، مؤشرات كتير عالية. إن شاء الله الأبراج الباقي كمان يكون فيها هيك أشياء كتير حلوة وبتصل الواحد، ما هيك استاذنا سينما؟ يعني شوي اتفاقلتي اكثر، يعني باعتبار نحن رح نتفاقل في الميزان وبعد العقرب. بس على اي حال، هي بشكل عام مثل ما ذكرت لك انه الابراج لهذا الاسبوع افضل بكثير من الابراج بالاسبوع الماضي، لانه بالاسبوع الماضي كان برجين هي المتصدره، يعني الجدي والحمل، لكن هذا الاسبوع شفنا مجموعه ابراج ارتفعت بشكل ملحوظ. مباشر بالميزان. نعم، يلا. الميزان، ستسمع أخبار سارة تخص عملك أو أموالك ومعاملاتك التجارية، لكنك قد تتعرض لمتاعب نفسية وتزداد مصاريفك اليومية وتنقصك الحيوية وتكون مترددا وقليل الطموح بسبب فترة خلو المسار من كوكب زحل، فانتبه. الميزان الحقيقة أنا أعطي يعني لهذا الأسبوع نجمتين في مؤشرات الزودياك، واعتبرها من الأبراج اللي حقيقة أنا أنصح مواد برج الميزان خلال هذا الأسبوع بعدم الاستعجال، وحتى أنصحهم بعدم السفر إذا كان بإمكانهم أن يعني أن يختارون وقت للسفر. فهذا الأسبوع هو أسبوع ما يعني أنا في اعتقادي ما يشجع للسفر. العقرب، يتملكك شعور بالوحدة وعداوات كثيرة من المحيطين بك، تزداد أحلامك بالسفر والمشاريع الكبيرة، متخلخل الإرادة ولا تستقر على رأي، عليك الاهتمام بصحتك جيدا. طبعا والعقرب لهذا الأسبوع أيضا أنطي يعني نجمتين في مؤشرات الزودياك. القوس، يزداد اهتمامك بالأمور الغامضة والروحانية، تتوصل لحل المشاكل والصعوبات التي تعوقك، احذر من الأنانية في علاقاتك لأنك قد تتعرض لخيبة أمل، لديك منافسات مهنية والفترة غير ملائمة للعلاقات الاجتماعية. القوس ليس من الأبراج الجيدة جدا وليس من الأبراج السيئة، يعني أنا أنطي في بمؤشرات الزودياك 3 نجوم لهذا الأسبوع. الجدي، الفترة مناسبة للعلاقات الزوجية والانسجام العائلي أو علاقة مع الحبيب، لديك إمكانية للتعرف على أصدقاء جدد أو تتلقى أخبار سارة عن أصدقاء يقيمون بعيدا عنك، ستتعرض لخلافات وعقبات أمام بلوغك الهدف. طبعا الجدي
لهذا الأسبوع من الأبراج أيضا الجيدة، وأنا أعطي أربع يعني أربع نجوم في مؤشرات الزودياك. ما شاء الله ما شاء الله، ثلاث أسابيع ورا بعضهم هيك يعني ما شاء الله يخزي العين يا جد. الجدي الجدي الأسبوع الماضي خمس نجوم، والأسبوع اللي قبل أيضا خمسة. الماضي أيضا خمسة، أنا منطي للجدي. الماضي ما صار يعني ما صار لقاء أن نتحدث عن الجدي أو أن نتحدث عن الأبراج بشكل عام، لكن أيضا يعني في موقعي نزلت للجدي، هو من أفضل الأبراج مع الحمل، وأيضا أخذ خمس نجوم. والأسبوع اللي قبل أيضا الجدي، وهذا الأسبوع أيضا الجدي من الأبراج الجيدة وإلى أربع نجوم. الدلو، الدلو طبعا أنت يعني ده تنتظرين الدلو من فترة طويلة. راح ركز أنا ولينا تركيزنا كله على الدلو. أوكي. الدلو، لديك أخبار سعيدة تتعلق بوضعيتك المالية، وقد تتعرف على أشخاص ذوي نفوذ، تتمتع بصحة جيدة، ويسهل عليك تطبيق المهام المنزلية. أما طموحاتك فمبالغ بها، تمارس تأثير كبير على أصدقائك، وتزيد حاجاتك لنيل استحسان الآخرين. الدلو يعني هذا الأسبوع هو من الأبراج المتوسطة وإيجابية في نفس الوقت، لكن أنا ما أقدر أنطي أكثر من يعني اعتمادا على وضعية الكواكب الموجودة، أقدر أقول الدلو يأخذ ثلاث نجوم. ثلاث نجوم هم من الأبراج المتوسطة، ليست السيئة ليست الإيجابية جدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. الحمد رضا الحمد لله. زين. الحوت، فترة حظ مناسبة، إمكانية تكوين علاقات عاطفية جديدة أو تقوية العلاقة مع الشريك، الوقت مناسب للسفر ومتابعة الدراسة، ستحقق أهدافك وتزداد رغبتك في النجاح، لكن احذر التبذير. والحوت طبعا هذا الأسبوع إلى أربع نجوم، وطبعا بالمناسبة من الأبراج الجيدة الحوت لهذا الأسبوع. الحمد لله، نية لك يا حوت، نية لك يعني هالأسبوع الحظ معه، إن شاء الله كل الأيام تكون حلوة على الجميع، لكل مستمعينا لكل الأبراج، ونتمنى بتمنى بتمنى شي يوم هيك بلاقيهم كلهم خمس نجوم، يعني من الحمل للحوت كلهم هيك خمس نجوم، على الليل الواحد هيك بعيش له لحظات حلوة بيبسط فيها كتير. طبعا استاذنا كانت هيدا نعم، هو ان شاء الله هذا الشيء، طبعا احنا نفكر بهذا الشيء، لكن يعني هو المشكله اذا صارت كلها خمس نجوم، من يتفوق على حساب من؟ هي هذه النقطه. صح. هنا لما نجي نبحث احنا الابراج وجود في بيوتات الزودياك، يعني يجب ان يكون هناك تفوق ما بين ابناء برج على حساب برج اخر في فترات معينه، فترات زمنيه. طبعا هذا يعني النجوم اللي انا انطيها بمؤشرات الزودياك، الارتفاع والانخفاض هو متغير، يعني مثلا الجدي الاسبوع الماضي والاسبوع اللي قبله وهذا الاسبوع من الابراج الجيده، لكن بطبيعه الحال بالاوقات السابقه قبل اكثر من شهر مثلا الجدي كان من الابراج اللي تعاني وعندها مشاكل كثيره. لا بد ان تجي اوقات يعني افراد البرج تكون عندهم يعني طاقه ايجابيه نتيجه لحركه الكواكب او نتيجه للظواهر الفلكيه، وتجي اوقات معينه ايضا تكون عندهم حاله من السلبيه. على حال انا الحقيقه متفائل هذا الاسبوع، لانه تقريبا معظم الابراج جيده باستثناء يمكن اقدر اقول ثلاث ابراج اللي هي الميزان والعقرب والجوزاء. وبالمناسبة هذه ثلاث أبراج أيضا هي ليست سيئة جدا، بمعنى أنه تأخذ نجمة واحدة، يعني الميزان فترة خلو مسار، والجوزاء فترة تراجع كوكب، وبالنسبة للعقرب هي فترة دخول كوكب، حقيقة كوكب ينطينا نوع من المتاعب وبذل مجهود كبير اللي هو كوكب زحل. لهذا أنا أتوقع الأسبوع القادم أيضا رح يكون تغييرات بالنسبة لهذه الأبراج. إن شاء الله إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون برج الدلو هو برج الطليعة يا ربك على دين المبسط. إن شاء الله إن شاء الله. استاذنا في ناس كتير أو اليوم أبراج كتير كان طلعة كتير حلو، شو رأيك نخبرهم هيك بنعطيهم أرقام للأوتو أو لينصيب يمكن حظي هيك يصيب معهم طالما مؤشراتهم كتير عالية هالأسبوع؟
يعني أقدر أقول أنه لي محبين اليانصيب، محبي اللوتو، محبين اللي يعني يمارسوا مثل هكذا يعني ألعاب، أو يعني أنا أشوف أنه السرطان جيد، هذا الأسبوع جيد. يعني أنا إذا فيما لو يريد نصيحتي أو خيار ما بين هذا الأسبوع القادم اللي بعده، فهي أفضل فترة بالفترة الحالية، يعني فترة جيدة. طبعا العذراء أيضا جيد من الفترات المناسبة بالنسبة له. الثور ما أنصحه، الثور ما أنصحه له ولا الحمل. الحمل قد يكون في نهاية الأسبوع أيضا مؤشر يرتفع، لكن مع ذلك هذا الارتفاع هو نسبي، ما يعني ما أنصحه. الجوزاء أيضا ما أنصحهم. الجدي أنصحه، لا الجدي جيد، فترة جيدة بالنسبة له. يعني هذه تقريبا. الأسد أيضا جيدة. بالمناسبة الأسد أنا أنصحهم خلال هالفترة أنه لتوطيد العلاقة العاطفية. يعني الأسد بالفترات الماضية أيضا كان المؤشر للعلاقة بالعاطفة مؤشر متذبذب الحقيقة. بإمكانهم أن يحسمون أمور كثيرة بالجانب العاطفي خلال هذه الفترة الحالية، يعني موالي برج الأسد. الصراحة الأسد يعني اللي بعرفه عنه أنه دايما عاطفي، ما في يعيش من دون حب، من دون دفع قلب، من دون عاطفة عطول. يعني حتى لو كانت يعني حالته العاطفية مضطربة شوي، بس ما في يعني كل ما بيطلع من علاقة بفوت بعلاقة تانية، لدرجة أوقات أنه في يفوت بعلاقة تانية ثلاثة بذات الوقت. يعني ما بعرف شو هالقدرة القوية اللي موجودة عنده أو هيك، كتير كتير بتهمه العاطفة برج الأسد. يعني هم الأبراج النارية بشكل عام تعتبر أبراج برغم من كونها اندفاعية وحماسية وتفقد للصبر أو تفتقد إلى الصبر عفوا، هي بحد ذاتها أيضا أبراج يعني تمتلك يعني الجانب العاطفي، لكن ما نقدر إحنا نقول إنه هي من الأبراج اللي نحددها عاطفية إلى درجة كبيرة. لا، مثلا أنا أعتقد إنه السرطان عاطفي أكثر. مثلا الأسد يمتاز بالقوة، يعني إضافة إلى العاطفة الموجودة عنده، يعني يمتلك القوة ويمتلك الاعتماد على النفس بالنسبة إذا للإمرأة الأسد أو الرجل الأسد أيضا في نفس الوقت. فجانب عاطفي بالنسبة إلى مولد. نعم 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 تفضل. نعم الجانب العاطفي بالنسبة إلى مولود الأسد هو أقدر أسمي جانب أكثر ما يقترب إلى الجانب العقلاني. يعني الأسد دائما يحكم عقله في عقليته في أمور كثيرة، ولهذا اختيارات تكون عادة أو غالبا ما تكون اختيارات، يعني أنا أعتبرها اختيارات موفقة حقيقة، إلا إذا كان هنالك يعني عقبات روحانية أو ما لها علاقة بجانب الأبراج والانسجام الفكري أو من هذا الجانب. لكن بشكل عام أنا أشوف أنه الأسد يعني من الأبراج اللي يمتاز بالعقلانية حقيقة إذا كان من الرجال أو حتى من النساء. يمكن أنا أصدت الأسد من التنين المائي اللي هو بيكون عاطفي أكثر منه اللي بيكون التنين التاني بالأبراج الصينية. ما هيك تعلمنا منك أستاذنا، يعني إنه بالأبراج الصينية الأسد في قسمين يعني. صحيح صحيح. هذه مثلا الأبراج الصينية يعني فيها أصناف متعددة الحقيقة، وعندنا 5 أصناف. الصنف المائي هو أكثر الأصناف اللي يكون يمتاز بالعاطفة. فإذا ما افترضنا جدلا إحنا عندنا أسد مولود برج الأسد مولود سنة 1964، يعني 64 هو تنين، لكن صنفه هنا راح يكون تنين مائي. المائي هنا راح يكون أكثر عاطفة، يعني هذا مولود 64 الحقيقة هو إنسان أقدر أسميه جدا عاطفي وجدا، وقد حقيقة ممكن يكون داخل في نكبات عاطفية، يعني مار بظروف يعني حالات قد تكون حالات زوجية ما كللت بالنجاح، أو يعاني من مشاكل على الجانب العاطفي بسبب أنه الازدواجية هنا راح تكون الخاصة بالشخصية، لأنه التنين بحد ذاته هو شخصية بالرغم من كونه عاطفي، لكن بنفس الوقت هو شجاع وقادر على تحمل عباء المسؤولية وهو عصام في نفس الوقت. لما يكون مائي لا، هنا الشخصية راح يكون يعني العاطفة راح تكون جدا عالية بالنسبة له، وراح تكون نقطة ضعف الأساسية الحقيقة، ولهذا عندما يقع في مشكلة عاطفية يحتاج إلى دعم، مع العلم أنه التنانين بشكل عام هم يدعمون الآخرين، لكن يستثنى من ذلك التنين المائي، هنا اللي راح يكون أكثر عاطفية، هنا هو اللي راح يحتاج دعم من قبل الآخرين. صحيح. طبعا كانت هيدا برجنا لليوم ولهالأسبوع.
إن شاء الله الكل يكون مبسوط وإن شاء الله حظه طلع يكون كتير حلو والأيام الجاية كلها إن شاء الله تكون حلوة. طبعا نروح لفاصل صغير ونرجع للفقرة الثالثة اللي هي مولود هذا اليوم. فاصل صغير وراجعين. كان للتجارة والتبيل. بنك الإسكان للتجارة والتمويل، البنك الأول في عالم التمويل. الحسابات، محفظة واسعة من الحسابات مع العديد من المزايا. بنك الإسكان للتجارة والتبيل. القروض، قروض متنوعة بسعر فائدة منافس وشروط أحكام سهلة وبسيطة. بنك الإسكان للتجارة والتمويل. بنك الإسكان للتجارة والتمويل، المؤسسة الأولى في عالم التجارة والتمويل. بنك الإسكان للتجارة والتمويل. أبراج سهر. أبراج سهر برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني. سينما سينما سينما. تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة. رجعنا من جديد بعد هالفاصل وأنا عندي كتير اشتقت لكم مستمعين، إن شاء الله أنتم كمان تكونوا اشتقتوا لنا. نحن دايما ببرنامج وفقرة أبراج سهر براديو سهر مع عالمنا الفلكي والروحاني أستاذ سينما. طبعا برجع بذكر مستمعينا انه أبراج سهر دايما بتكون يوم او كل يوم احد على الساعة 11:30 بتوقيت بيروت، 10:30 بتوقيت القاهرة، 9:30 بتوقيت الجزائر، و 8:30 بتوقيت المغرب. برفقنا بالهندسة الصوتية الاعلامية لينا وللاتصال والمشاركة معنا. فيكن ترسلونا، فيكن تكتبونا أو تتصلوا فينا على سكايب سهر90.1. أستاذ سينما، هلا رح نروح لفقرة مولود هذا اليوم. شو رح نخبره؟ مولود هذا اليوم تاريخ 7 أكتوبر 2012. طبعا أنا أتحدث عن الشخصية بالمستقبل إن شاء الله. راح يكون شخص مخلص وذو همة عالية وطبع متوازن ورصين، يختار شركائه بالعمل بدقة، وهذا هو سر نجاحه مهنيا. خطيب رائع وينجح في مجالات السياسة أو قيادة حزب أو منظمة معينة. يتمتع بالدبلوماسية وحلاوة الحديث مما يجعله يصل إلى أهدافه بسهولة. عليه أن لا يحاول استغلال الآخرين لأنه قد يجابه بردة فعل نتائجها وخيمة. يهتم بالنواحي الإنسانية وعلاقته بشريك حياته بشكل عام ناجحة، لأنه دبلوماسي ويعرف كيف يكسب الآخرين يولي بيته وأسرته الرعاية الجيدة والكاملة.
أرقام حظه راح تكون 4, 5, و7 وهو راح يكون ينتمي إلى مولد برج الميزان، الصنف الهوائي مولود في العشرية الوسطية، كوكبه المؤثر راح يكون كوكب عطارد. هذا نرجع نعيد له أرقامه. أرقام الحظ 4, 5, و7 4, 5, و7 نرجع نعيدها 4, 5, و7 إن شاء الله تكون أرقام حظة كتير حلو عليك يا مولود برج هذا اليوم. هلا استاذنا نفتح المجال لمستمعينا لاتصالاتهم، طبعا نحن ناطرين اتصالات الجميع واسئلتهم. اي مستمع معنا بده يسال عن حظه بالعمل بالعاطفه بالحياه كلها بالدراسه، طبعا مثل ما قلنا بالاتصال والمشاركه معنا في عندكم عنوان سكايبي سهر90.1 سهر90.1. في انتظار مكالماتكم ومشاركاتكم ناخذ فاصل صغير وراجعين وبعدها نستقبل كل اتصالاتكم ومشاركاتكم. صوت لنجمك المفضل هالاسبوع ببرنامج نجوم سهر. عماد من مصر. سمحتك كتير وبحذرك. علاء مكاوي من مصر. نلاقي اللي امتى يا عيوني انت نبقى حبايب. ندى من فلسطين. قلبي دليلي قلبي هتحبي. صلاح نبيل من مصر. بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي. صوت لنجمك المفضل هالأسبوع واحد من هالأربعة رح يتأهل معنا لكوكبة نجوم سهر 15. صوت للتصويت عبر موقع radiosahar.com صفحة نجوم سهر. من جديد مستمعينا مستمعاتنا بأبرج سهر براديو سهر مع علمنا الفلكي والروحاني استاذ سنما. معنا اتصال ونقول الو. مرحبا. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مين معنا؟ عماد فؤاد مع حضرتك. اهلا بك عماد فؤاد، يا هلا نورت الراديو كله. طيب تسلم خي. طيب استاذ عماد، في معنا العالم الفلكي سنما وجحيني، فيك تسأله. تفضل، ياريت تعطينا تاريخ ميلادك واذا بتعرف اليوم والساعة بيكون احسن، وعن شو بدك تسأل، يعني من اي ناحية المادية العاطفية العملية الدراسية. تفضل معك استاذ سنما، تفضل اسأله. ايوه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا عماد، تحياتي لك. يا اهلا وسهلا بيك.
تحياتي ليك والأسرة إذاعة راديو سهر وأسرة البرنامج. حياك الله، تحياتي لك يا ورد. تفضل تفضل عماد، اعطيني مواليدك وسؤالك. انا من مواليد 13/5/1978. وعايش في مصر، فكنت عايز اعرف هل ايه الابراج، يعني هل انا برجي نوع ايه، يعني الامور دي هل هي حقيقيه زي ما احنا بنقرا عنها، ولا هي مجرد علم دراسي زي اي علم، زي علم الطب وعلم الفيزياء وعلم الكيمياء؟ فممكن يكون الرد على 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 الامور الخاصه بي، يعني ما يبقاش رد عام يعني. بس سؤال عزيزي عماد فؤاد، انت 1978 ولا 75؟ لا 1978 13/5. نعم. نعم انا راح اجابك ان شاء الله على على سؤالك. طبعا للمعلومات انت من مواليد برج الثور، الثور بالابراج البابليه، مولود بالعشريه الثالثه، يعني اخر ثلاث اخر 10 ايام من برج الثور. طبعا تاخذ من صفات مواليد برج الثور، ويؤثر عليك ايضا البرج اللي بعد الثور اللي هو ايضا الجوزاء، يعني تاخذ من الثور وتاخذ قليل من الجوزاء، ويؤثر عليك كوكبين، كوكب الزهره من جانب ككوكب رئيسي، وكوكب عطارد ككوكب ثانوي. كوكب الزهره يمنحك الجماليه والحب، المحبه والعاطفه، اضافه الى هذا يعطيك نوع من الرومانسيه. كوكب الزهرة يساعدك على يعني على أن يكون عندك ذهنية أيضا تجارية ومحبة للأمور أو المناطق الريفية، نقدر نسميها أكثر شيء. عطارد ينطيك القدرة على التواصل مع الآخرين، وتكون شخصية اجتماعية أكثر من اللازم، إضافة إلى هذا راح تحب السفر والترحال وتغيير المكان. برجك الصيني هو برج الحصان باعتبارك 1978 الولادة، والحصان هنا هو أرضي، فالصفة الأرضية عندك تأخذها من البرج البابلي ومن البرج الصيني، وهذا يدل على أنه شخصية عملية نشطة حيوية، تحاول أن تصل إلى أهدافك وإلى متطلباتك بشكل سريع من خلال الجدية بالحياة. هذه كل ما يتعلق ببرجك. سألتني سؤال آخر، هل أنه يعني الأبراج يعني حقيقة أو مثل ما أو نعتبرها ليست حقيقة أو ما لذلك؟ الأبراج هي حقيقة كاملة. الآن أنت لو تدخل إلى الجوجل مثلا وتكتب المجاميع النجمية مثلا، راح تجد بأن هنالك مجاميع نجمية، بالمناسبة أنت من المجموعة النجمية المسماة بالمجموعة الثور، وهذه المجموعة تعتبر من المجاميع النيرة بالفضاء، يعني اللي ممكن العين البشرية أن نشوفها من خلال العين البشرية الاعتيادية. فالآن بكل بساطة، إذا أنت الآن في القاهرة أو في أي مدينة أخرى في مدن مصر والجو عندك صافي، ممكن أن تنظر إلى منطقة هذه النجوم. طب حضرتك أنا لو عندي، نعم بعد إذنك، لو أنا عندي الزوجة. طيب أعطيني مواليد الزوجة، لأنه لنا شوية الوقت، يعني ما عندنا وقت كثير حتى نتحدث بشكل وجيز ومختصر. أعطيني مواليد زوجتك. أوكي. طيب أستاذ عماد، بعد إذنك ممكن تسمعنا من الراديو، هلا بنخبرك عن تاريخ زوجتك. أوكي أستاذ عماد. نعم أستاذ عماد. طيب تفضل أستاذ سنما. نعم أعطاني تاريخ الزوجة. الزوجة بيقول 10 يناير 81. 10 يناير 81 طبعا هي راح تكون من مواليد برج الجدي، وهو من مواليد برج الثور. المفروض تكون العلاقة جيدة ما بين الجدي والثور، باعتبار أنه كلاهما من الأبراج الترابية، يعني تكون عادة العلاقة ما بين الأبراج الترابية وبالأخص هنا الجدي والثور علاقة جيدة، ويسودها نوع من المحبة لطيفة. لكن يبقى الجدي أو الإمرأة هنا نوع ما تكون، يعني من صفاتها كثيرا ما تكون عنيدة، يعني مواليد برج الجدي معروف بالعناد. ممكن يستفيد من
يعني ممكن يستفيد من صفات تشترك بالصفات الخاصة به، اللي هي مثلا الذهنية التجارية. يعني مولود برج الثور عادة يحب الأمور المالية، يحب النجاح بالأمور التجارية، ومولود الجدي كذلك، فبالتالي ممكن أن يستفيدون من هذه الحالة مثلا بيناتهم. الانسجام أنا أشوف انسجام جيد، حلو يبشر بخير إن شاء الله خير. طيب موقعنا وبشات الموقع تبعنا بدي وجه تحيز خاصة لا سما الشام ولا شروق ولا قاسم البيبي لبرهان عبد اللطيف أو عبد اللطيف شيماء كمان ومحمود علي. طبعا عم يسألونا هنن كمان بدون يعرفوا طالعون. بناخد سما الشام عم تقول مولودة ب 18-12-90 طبعا ما حددت يعني عن شو بدها تسأل شو بدها. اي نعم ما حددت يعني بشكل عام. اها اوكي. هي اي هي من مواليد هي من مواليد برج القوس البابلي بالعشرية الأخيرة طبعا، يعني بعد يومين آخر يومين تكون من مواليد برج القوس، لكن هي تنتمي إلى برج القوس، وفي نفس الوقت هي من الأقواس اللي تبذل مجهود، يعني ما تحصل على مبتغاها بشكل سهل باعتبار أنه كوكب زحل يأثر عليك كوكب ثانوي بعد المشتري. هذه الفتاة طبعا عندها حظوظ بالحياة، وفي نفس الوقت أيضا في أوقات معينة تتعب وتبذل مجهود حتى تحصل على مبتغاها. عندها رقم حظ أساسي اللي هو 9 وعندها رقم حظ آخر اللي هو 3. هي من الفتيات النشطة والحيوية والذات الذهنية، يعني أنا أسميها تنجح في الميادين الدراسية ميادين العمل. أكثر ما يقتلها أو يكبل كل طاقاتها هو البيت. هي لا تنجح إلى الحياة الأسرية داخل البيت، يعني ما تنجح أن تكون مربية أطفال أو داخل يعني لتربية الأطفال أو للعناية بأمور البيت. تحتاج أكثر ما يكون إلى أن تكون حرة. هي تحب الحرية وتحب دائما أن تكون إنسانة معتمدة على نفسها في ميادين العمل، في ميادين الـ يعني في المصنع، في يعني إنسان عملي أكثر من بيته كثير. طبيعي يعني معروفة مولودة 90 عملية بشكل كبير جدا وتنجح في هذا الجانب. قد تواجه بعض المتاعب على الجانب العاطفي، لكن هذا لا يعني بأنه هذه المتاعب هي متاعب أقدر أسميها دائمية، لا، هنالك أوقات أيضا إيجابية بالنسبة لها. الشتاء من الأوقات المناسبة بالنسبة لها بشكل عام. اتصل جديد ونقول ألو مرحبا. ألو مرحبا، مساء الخير. يا هلا مساء النور، مين معنا؟ معك أحمد. يا هلا أحمد نورت، ويا هلا كل ناس الأردن، يا هلا أهلا فيك. طيب أحمد فيك نعم تفضلي. كان بدي أسألك فيك تعطينا تاريخ ميلادك وعن شو بدك تسأل من الجيل العملي العاطفي أو الدراسي، أي مجال بدك تسأل، بس بالأول أعطينا تاريخ ميلادك بعد إذنك. أوكي، أول شيء بحب رحب بالناس الموجودة معنا، أكيد الأستاذ سينما، وأكيد تحية كبيرة كتير إليك ولأسرة البرنامج والراديو الجميل. تاني شيء صراحة أنا مش متابعين الأبراج، بس حبيت هيك أخذ فكرة عن الموضوع، حبيت أسمع، يعني عم بسمع شغلات غريبة، فحبي أعرف عن
الأبراج أكثر وكذا. أنا من مواليد شهر 4 طبعا 6/4 سمعت في شغلات أبراج نارية في أبراج ترابية أبراج مائية، فحاب أخذ فكرة هيك عن الموضوع من أستاذ سينما إذا بتريدي. نعم شكرا عزيزي أحمد، حياك الله، تحياتي إليك وتحياتي إلى أهلنا في الأردن الحبيب. يعني سؤالك عن الأبراج، نوعية الأبراج تقصد الأبراج أو أصناف الأبراج؟ طبعا سمعتك بتحكي أبراج نارية أبراج مائية، فحب أعرف شو بتعني بالموضوع. أحمد معلش بعد إذنك، بس أستاذ سينما أحمد، الأبراج النارية والصينية والهندية وهي كلها نحن نتعلمها كل مرة، يعني حاول تحضرنا دايما كل يوم أحد، هيك شوي شوي بعنا راح تتعلم وراح تصير يعني يمكن حضرتك تفهم أحسن منا فيها. طبعا هلأ أستاذ سينما راح يجاوبك، ياريت أحمد تسمعنا من خلال الراديو، ونتشكرك كتير كتير على اتصالك، و ودائما ياريت تضل على تواصل معنا. يا هلا فيك. شكرا لك. اوكي استاذ ناصر نماش، شو بدنا نقله؟ طبعا انا ما عرفت مواليده، بس عرفت انه هو الشهر الرابع، وهنا الشهر الرابع يعني 6/4 ما بين 6/4 6/4 انا من مواليد برج الحمل، يعني من الابراج الناريه. لكن هو سؤاله ما يريد يعرف بالنسبه له شو يريد يعرف، فقط نوعيه الابراج او الاصناف الابراج بشكل عام. انا اقول للاخ احمد انه في علم التنجيم الابراج تقسم الى اربعه اصناف، وهذه الاصناف الاربعه الحقيقه كل صنف يمثل ثلاث ابراج، باعتبار انه احنا عندنا 12 برج او 12 مجموعه نجميه بالفضاء الخارجي، فبالتالي كل صنف يحوي الى ثلاث ابراج، وهذه الاربع اصناف هي من الامور الحياتيه اللي لها تاثير على حياه الانسان. الأصناف تشمل الصنف الناري والصنف الترابي والصنف الهوائي والصنف المائي، على أساس أن يعني النار والتراب والهواء إضافة إلى الماء، هذه من العناصر الأساسية في حياة الإنسان، ووجدت منذ خليقة الإنسان، وعليه راح تقسم هذه الأبراج. وبالتناظر نبتدي، الأبراج النارية تشمل الحمل والأسد والقوس، والأبراج الترابية هي الثور والعذراء والجدي، والأبراج الهوائية تشمل الجوزاء والميزان والدلو، إضافة للأبراج المائية تشمل السرطان والعقرب والحوت. هذه الأبراج جاية بشكل متسلسل في بيوتات الزودياك، يعني لما نجي نرسم إحنا دائرة الزودياك مقسمة إلى 12 قسم، نقسمها بالبداية المحور الـ يعني السيني والصادي، وعلى أساس نجي نقسم إنه كل ربع بثلاث يعني ثلاث بيوتات معينة، فرح يكون عندنا 12 بيت. راح نبتدأ بالحمل اللي هو البرج الناري، ومن ثم يجي الترابي اللي هو الثور، ومن ثم يجي الهواء اللي هو الجوزاء، ومن ثم يجي المائي السرطان. خلصنا الأربع الأبراج الابتدائية بالأصناف، راح نبدي من جديد نعيد الحمل، وبعدين الثور، وبعدين الهواء اللي هو الميزان، وبعدين الماء اللي هو العقرب، وهكذا. يعني راح يفصل ما بين كل برج طبعا ناري زاوية 120 درجة، وكذلك بالنسبة للبرج الأبراج الترابية والهوائية والمائية. طبعا الانسجامات بين الأبراج بشكل عام معروفة أنه النار تنسجم مع الهواء وتقيم علاقة جيدة وجميلة، يعني أقصد الأبراج، والأبراج المائية تقيم علاقة أيضا جيدة وإيجابية مع الأبراج الترابية. هذا يعني يفيدنا في كيفية معرفة الشخصية أو مسالك الشخصية طبعا، وكيفية الانسجام بيناتنا أثناء يعني حياتنا اليومية، سواء من خلال الصداقة أو العمل أو حتى الزواج. كل صنف من هذه الأبراج إلى يعني إلى فت خصوصية معينة. النارية تمتاز بالاندفاع والحماسية وقلة الصبر، الترابية تمتاز بالعملية والجدية والواقعية، إضافة إلى حبها للماء والجوانب التقليدية والريفية. يعني الهوائية تمتاز بكثرة الحديث وحبها للجوانب الثقافية والتعليمية، والأبراج المائية تمتاز بالرومانسية والحساسية والجانب العاطفي بشكل كبير جدا. هاي بشكل عام مختصر، يعني طبعا احنا الوقت ما يساعدنا، هذه واحدة يحتاج مو أقل من ساعة ونص يعني. مظبوط، يمكن الأسابيع الجاية إن شاء الله كل أسبوع بنختم لبرج بنحكي فيه بالتفصيل يعني، وهيك مستمعينا إن شاء الله رح نرضيهم جميعا. معنا اتصال جديد، نقول مرحبا.
مرحبا. مرحبا. أهلين. ألو. مين معنا؟ معك محمد الجزار من مصر. يا هلا فيك، نورتنا أستاذ محمد. يا هلا أستاذ محمد، تاريخ ميلادك وشو بدك تعرف؟ العمل، العاطفة أو الدراسة؟ أنا معايا ناس، يعني معايا قرايبي وأهلي قاعدين جنبه وكده وعايزين يعرفوا في فيه وقت ولا الوقت قليل؟ نعم معلش ما سمعتك منيح. في ناس قاعدة معايا عايزة تعرف الأبراج وكده يعني، بس معلش بناخد برجك اليوم وهن إن شاء الله، لأنه في معنا اتصالات كتير خيي. أوكي، وفي عنا كمان على الشات. يا اختي الصغيره عايزه تعرف برج ايفل ولا برج العذراء؟ طيب قلنا التواريخ، بس قلنا التواريخ ونحن راح نسجلها وتسمعنا من خلال الراديو. ماشي، هو 28/8/94. ازيك يا استاذ سينما؟ تحياتي، تحياتي محمد، تحياتي لك وتحياتي إلى أهل مصر الحبيبة. مية هلا بيك. كيفك؟ شلونك؟ شكو ماكو؟ يا مية هلا، مية هلا بيك. ماشي حال، شكرا. أنا أسمع البرجة عن طريق الراديو. أوكي طيب، هلا رح نخبرك عن 28/8/94. نتشكرك لاتصالك أستاذ محمد، وبنوجه تحياتنا لكل العائلة عندك. نعم، ينفع أسمع عن طريق البرنامج ومش هعمل صوت عشان الراديو عندك ما بيشتغلش، النت بطيء؟ لا، لأنه رحنا رح نفصل الاتصال هلا معك ورح تسمعنا من خلال الراديو، يعني فيك تشيل الميوت من عن الراديو وتسمعنا. أوكي، بنتشكرك كتير لاتصالك. طيب أستاذ سنما، 28/8/94 28/8/94 هذه الفتاة الحقيقة قمة بالحساسية والعاطفة وتحتاج إلى رعاية كبيرة جدا. هي أكثر ما تكون يعني محبوبة، هي طبعا مواليد برج العذراء، وقبل قليل احنا تحدثنا عن العذراء. إنسانة مدققة، عملية، ناجحة في الحياة الدراسية، في الحياة المهنية بالمستقبل، محبوبة من خلال سنة الولادة. هنا هي راح تنتمي إلى مولود برج الكلب، وهنا راح تكون يعني من المواليد اللي حقيقة محبوبة من قبل الأبراج الأخرى، وفي صديقة تحب مساعدة الآخرين، تحتاج دائما إلى دعم من قبل الآخرين. يعني هي ما تقدر أن تتكل على نفسها، دائما تحتاج إلى أشخاص يدعموها ويقفون بجانبها، بالرغم من كون أنها هي تعطي نصائح كثيرة، لكن هي بذاتها لا تحتاج إلى دائما دعم هذه الفتاة. بشكل عام أقدر أقول على العاطفة قد تواجه بعض المتاعب على الجانب العاطفي، لكن أنا يعني عندي إحساس أنه هي من الشخصيات اللي بالمستقبل راح يكون لها فتح حظوظ جيدة إيجابية. حتى رقم حظ أساسي واحد إن شاء الله. بناخد كمان تواريخ لأصحابنا طبعا بالرسايل تبع الراديو. في عنا لوردو بيسأل بيقول إنه 2/2/73 2/2/73. نعم، رجل مو هيجي؟ رجل. إيه طيب، شو بيسأل؟ عم يسأل، راح نوجه سؤال عن العاطفة أو العمل أو الدراسة. لوردو قال 2/2/73، عم يسأله إذا بده يعرف حظه أو طاله بمجال العمل أو الدراسة، أو قال بكل شيء. طيب بكل شيء. طبعا هو من مولد برج الدلو، الدلو الهوائي بالأبراج البابلية، وبنفس الوقت هو من مولد برج الذئب بالأبراج الهندية. أنا إن شاء الله في يوم من الأيام راح أسوي فقرة خاصة فقط بالأبراج الهندية حتى لتيها على الموجودين، يعني هذه أيضا أبراج لها علاقة تنطي صفات معينة بالنسبة للإنسان. هو من الأبراج، من برج البقرة بالأبراج الصينية، وهنا بقرة مائية. هذه الشخصية الحقيقة هذا شخص كثير الطموح، كثير الأحلام، وبنفس الوقت شخص مبدع ودائما عنده نواحي كثيرة من التجديد والإبداع. يحتاج فقط إلى فد فراغ يدخل من عنده، أو فد مكان أو فد طريق يدخل من عنده حتى يظهر إبداعاته. أكثر ما يكون يعني ينجح في المجالات الدبلوماسية،
إضافة إلى هذا في المجالات العملية أيضا، يعني هنا هم من 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 المواليد اللي يعني يستفيد من تجارب الآخرين، وهذه ممكن يستفيد منها من خلال سنة الولادة. معظم العظام بالعالم، العظام بالعالم والمشاهير هم من مواليد برج البقرة، لكن طبعا بأصناف متغيرة، يعني العظام والمشاهير الحقيقة يمتاز هذا الشخص بالصبر والمطاولة إلى فترة زمنية طويلة إلى حد أن يصل إلى هدفه ويستفيد من تجارب الآخرين اللي أمامه. الحقيقة أنا أبشر بمستقبل جميل. قد تكون هذه السنة، هذه السنة بالمناسبة هي ليست من السنوات الجيدة بالنسبة له، السنة القادمة راح تكون أفضل طبعا سنة 2013، لكن بشكل عام أنا أتوقع إلى هذه المواليد يعني مستقبل جيد، لأنه يحتاج إلى مثابرة، هو عد هذا الشيء، يعني هذه موجودة أساسا من خلال برجه. لكن للمعلومات أيضا هو شخصية قد يعني لا ينجح في الجانب العاطفي، لأنه يعني عنده رقم حظ أساسي اللي هو 2، إضافة إلى هذا هو بقرة مائية ودلو في نفس الوقت، يعني شوية بالجانب العاطفي قد يواجه بعض المتاعب. أستاذنا سلمى، في كمان معنا قاسم البابلي عم يسأل، بده يعرف بشكل عام عن برجه 11-2-77. قاسم الوائلي، قاسم البابلي، قاسم البابلي عفوا، نعم قاسم البابلي، 11-2-1977. 11-2-77 اي. طيب شو سؤاله، ولا بشكل عام يرديس العام برجه؟ بشكل عام، قال بشكل بده يعرف بشكل عام. بشكل عام هو من مواليد برج الدلو، طبعا هنا راح يكون مولود بالعشرية الأخيرة أو الثالثة، يأخذ أيضا من تأثيرات الكوكب نبتون بالنسبة للحوت. طبعا يعني هو شخص أكثر ما يكون أقدر أسميه دبلوماسي، وفي نفس الوقت شارد الذهن، قريب إلى الأمور الفنية، إلى الأمور الرومانسية، إلى الأمور، يعشق الأمور اللي علاقة بالموسيقى بالفنون. إضافة إلى هذا سنة الولادة هنا راح تلعب دور كلش كبير في هذه الشخصية، تجعل من عنده شخصية حقيقة يعني مميزة جدا بإعطاء النصائح للآخرين. هنا هو ينتمي إلى برج الحية، وهنا الحية النارية، راح يكون شخص مساعد ومخلص إلى الآخرين. لكن اللي ميزه شيء، والحقيقة هذه أنا دائما يعني ما أعرف أعتبرها نصيحة أوجهها إلى لهذه المواليد، أم قد تكون هي يعني حرية شخصية بالنسبة لهم، يضرب كل الاعتبارات، عرض الحائط في سبيل المصلحة والمنفعة الذاتية. وهنا طبعا لا أقصد الأنانية، لكن أقصد أنه عندما يجد شخص مثلا يمتدحه، أو يجد بأنه كيانة يجدها في هذا الشخص، عنده استعداد أن يضرب كل الأمور عرض الحائط في سبيل أن يقترب إلى الشخص المعني، حتى وإن كان هذا الشخص ضمن الأطر الاجتماعية غير ملائم وغير سليم. حتى أقرب الصورة أكثر، قد نجد مثلا على سبيل المثال شخص متزوج من امرأة أرملة وعدها 5 أو 6 أطفال وهو شاب، لكن متزوج من عدها، ولمجرد أنه وجد أنه هذه الإمرأة أو هذه الأرملة الحقيقة تعطي يعني تعطي كيانة أو تعطي برستيج الخاص، لما نرجع ونفتش راح نلقى هذا الشخص من مواليد 1977 أو معظمهم من هذه المواليد. يعني بمعنى أنه يضرب كل شيء عرض الحائط، ولا ينظر للاعتبارات والتقاليد والعادات والأعراف والأمور المختلفة اللي الشباب في هذا الوقت ينظروا لها ألف أو يحسبوا لها ألف حساب. هو عند السعادات أن يضرب كل شيء عرض الحائط في سبيل أن يجد ذاته في من خلال شخص معين، طبعا والعكس صحيح بالنسبة للفتاة أيضا. طبعا أكيد في كتار مستمعين طبعا عم يسمعونا، بس ما كان في مجال أن تصلوا فينا، بنوجه تحية لهم جميعا كل مستمعينا بصفة خاصة لرورو صديق برنامجنا، وكمان لأمير في برلين، وكمان أبو علبة بالنرويج، وعلي بالدنمارك، لكل مستمعينا. طبعا في عنا كمان شيماء بتقول أنه هي من مواليد 4-4-92، عم تسأل عن العمل والعاطفة. 4-4-92 عن العمل والعاطفة، وأبشرها وأقول لها مستقبلك جدا رائع، ولا تخافين ولا تهتمين، برجك حلو
وسنة ولادتك أيضا جميلة، وأنت من الـ من الـ من الفتيات الجميلات والحبوبات واللطيفات واللي تستهويها التليفون والقصة والأمور الاجتماعية اللطيفة. على نياتكم ترزقون، بشريها أو أنا أبشر الحقيقة بمستقبل جدا جميل على مجال العمل وحتى على مجال العاطفة. نيالك يا شيماء، حظك كتير حلو، إن شاء الله كل أيامك هيك تضل حلوة على طول. في معنا محمود علي بيقول إنه من مواليد 8/11/70، محمود علي كمان بده يعرف عن الصحة والعمل. 8/11/1970، لا 8 شوية من المواليد الصعبة هذه الحقيقة، يعني أو بمعنى أصح، بمعنى أصح طبعا يعني هذا الشخص عنده متاعب الحقيقة، يعني هو مولود طبعا من مواليد برج العقرب بالعشرية الوسطية، يعني يأثر عليه، يعني يأخذ كل صفات العقرب وتتأثر يتأثر بكل ما له تأثير بالعقرب، وعنده رقم حظ أساسي اللي هو 8، إضافة لهذا عنده رقم حظ أساسي آخر اللي هو 9، وفوق هذا كله من مواليد 1970، يعني من مواليد برج الـ 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 الكلب، وهنا الكلب اللي أسميهم تعساء الحظ مواليد 70. إذا يسألني على العاطفة، يعني أنا حقيقة وبدون مجاملة أقول له لا، حياتك العاطفية يعني بيها متاعب إذا كانت على مستوى الزواجات أو حتى يعني على مستوى قد تكون لها علاقة بانفصالات أو ما إلى ذلك. إذا يسألني على مستوى العمل، حقيقة أيضا يواجه متاعب، يعني هذه المواليد بالأخص بالفترة الحالية، يعني ممكن السنة القادمة راح تكون أفضل بالنسبة إلى السنة القادمة أفضل من هذه السنة، لكن بشكل عام يعني هو راح يبذل مجهود أكثر في حياته، ويعني مراده ما يأخذه بشكل سهل. عليه أن يتأمل فترات إيجابية لها علاقة بتأثيرات كوكبية أو فلكية إيجابية إن شاء الله بالأوقات القادمة، لكن بشكل عام لا، بالفترة الحالية صعب. نعم. إن شاء الله إن شاء الله، معلي شوية قوة وتفاؤل يا محمد علي، إن شاء الله كل شيء يكون تمام معك. في عنا كمان جاست بيقول إنه من مواليد 14/3/87، بيسأل كمان عن العمل والزواج والعاطفة. العمل والزواج والعاطفة. أجل. شو اسمه؟ جاز؟ جاست. 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 14/3/1987، طبعا هو من مواليد برج الحوت وبالعشرية الثالثة، ويأخذ من الحمل أيضا نوعا ما، أو يأخذ الحقيقة من كوكب يعني المريخ أيضا يأثر عليه، ينطي الحماسة والقوة وفي نفس الوقت الاعتماد على النفس. هو بشكل عام هذا إنسان حالم، وفي نفس الوقت إنسان أقدر أسميه فنان أكثر من ورومانسي في جانب آخر، يحب التنقل والسفر واجتماعي بشكل كبير. مشكلته هو يخاف من المستقبل، عنده خوف وتردد من المستقبل، يعني هذه مواليد هذه سنة 87 بشكل عام، مواليد 87 عنده تردد وخوف من المستقبل، يعني وحتى عنده حذر وحيطة من قبل الناس المحيطين به. يعني أنا نصيحتي دائما أنه لا تخاف ولا تتردد، الحياة جميلة، وأنت من الشخصيات اللي أنا أسميها من الشخصيات المعمرة، يعني ولو الأعمار بيد الله، لكن الشخصيات اللي تهتم بصحتها وتهتم بكيانها وبطريقة التغذية وبطريقة اللبس، فبالتالي الحياة بالنسبة لك جميلة. عن العمل، الفترة الحالية لا، مو يعني تقريبا هبط مؤشر الأرنب، لكن نوعا ما جيد بالنسبة للحوت بالفترة الحالية، لكن هي ليست الفترة المناسبة. عن الزواج، السنة القادمة حلوة، السنة القادمة أنا أبشره السنة القادمة بها زواج، إذا هو ما بعد ما متزوج، وإذا كان عنده علاقة معينة فراح تتوطد العلاقة بشكل جيد مع شريك الحياة، السنة القادمة أفضل من هذه السنة. طيب إن شاء الله كل أيام حلوة إن شاء الله. ومعنا سؤال أو مشاركة أخيرة من مستمعنا محمود من مواليد 16/10/86، 16/10/86 كمان يسأل عن العمل والعاطفة. 16/10/86 هذا من مواليد برج الميزان محمود. نعم نعم، هذا من مواليد برج الميزان، وبنفس الوقت هو من مواليد برج النمر، النمر الصيني 86، ومن مواليد برج القنفذ الهندي. طبعا
أي محمود أنا أبشره بالفترة القادمة. طبعا الفترة الحالية هو عنده فترة خلو مسار شوية متعبة إلى 26 أكتوبر. بعدها بعد 26 أكتوبر بشارة ليس فقط إلى محمود بل إلى جميع مواليد برج الميزان بأن الفترة راح تكون إيجابية بشكل عام، لأنه كوكب زحل لن يمكث أو لن يحل في برج الميزان إلا بعد سبع يعني بأقل تقدير 27 سنة من الآن. فبالتالي راح تكون فترات إيجابية بعد 26 من شهر أكتوبر. الشخصية بشكل عام أقدر أسميها شخصية اندفاعية حماسية محظوظة على الإطلاق. هذا الشخص محظوظ على الإطلاق وشخص حدثي وعنده يعني يمتاز بالدبلوماسية من جانب معين ويمتاز بالجرأة من جانب آخر. فالشخصية الحقيقة أقدر أسميها لها حظوظ كثيرة بالحياة، وهذه الحظوظ قد لا تأتي بجدية وبتعب، في بعض الأحيان تأتي بدون تعب وبدون نوع من المجهود، لكن يحذر من المجازفة، يحذر من المجازفة والتسرع، لأنهم بشكل عام يكونون متسرعين، وقد يعني التسرع يدخلهم في مشاكل هم في غنى عنها. إن شاء الله. مع أنه اللي بعرفه عن أستاذ محمود أنه إنسان أو شخصية كتير هادئ، فأكيد بيكون متريد وهادئ حتى باتخاذ قراراته إن شاء الله. وهذا اللي يتمنى أنه تكون الهدوء يأخذ من الميزان، لأن أنا بصراحة أتخوف من سنة الولادة. النمر لا يمتاز بالهدوء، يعني أبو 86 بشكل عام كنمر لا يمتاز بالهدوء، فأنا أتمنى أن يأخذ الهدوء من الميزان، الميزان يكون أكثر هادئا يعني بهذا الجانب، ويستفاد طبعا من حظوظ النمر بشكل عام، يعني يستفاد من حظوظ مواليد 86. نعم اوكي. طبعا نتشكرك استاذ سلمى، كانت حلقتنا اليوم كتير حلوه ومميزه مثل كل مره معك استاذنا. ان شاء الله مستمعينا يكونوا انبسطوا وقضوا وقت كتير ممتع معنا. بنقول لهم انطرونا كل يوم احد براديو سهر بحلقة أبراج سهر مع عالمنا الفلكي الروحاني سينما. طبعا موعد البرنامج كل يوم أحد بيكون الساعة 11:30 بتوقيت بيروت، 10:30 بتوقيت القاهرة، و 9:30 بتوقيت الجزائر، و 8:30 بتوقيت المغرب. لكل مستمعينا بنوجه لكم أحلى تحية ونقلكم خليكم دايما معنا براديو سهر، وما بيحلى سهر إلا مع راديو سهر. تحياتي للجميع ورح نشتاق لكم كتير. أستاذ سلمى تحياتي لك كمان. شكرا كليار. تحياتي إليك، تحياتي إلى جميع الأخوات والأخوة من الإداريين في راديو سهر الجميل، وتحياتي بشكل خاص إليك وعلى تقديمك الجميل طبعا، وتحياتي إلى جميع المستمعات والمستمعين اللي كانوا معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله الأسبوع القادم نكون معكم بحلقة جديدة إن شاء الله. يلا بنقول تحياتنا للجميع وسهر سعيد للجميع. خليكم دايما تحضرونا براديو سهر. سلام. أبراج سهر. أبراج سهر برنامج نستخدم فيه الدلالات الفلكية وحركة الكواكب للتنبؤ بسلوك الفرد وخصائص شخصيته وما يمكن أن يصدر عنه من أفعال وردة فعل، بالإضافة للتنبؤات السياسية والاقتصادية. أبراج سهر مع العالم الفلكي والروحاني سينما. سينما. تعرف على برجك وأسراره من خلال مشاركتك معنا عبر أرقام الاتصال الخاصة براديو سهر على www.radiosahar.com أو الاتصال عبر السكايب على سهر90.1. أبراج سهر يأتيكم كل أحد الساعة 11:30 مساء بتوقيت بيروت، 10:30 مساء بتوقيت القاهرة.